أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة. ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياضة الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم مش يخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديدا بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياضة الخصوبة والصحة الإنجابية اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايما مع نسب. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوة. المرة اللي فاتت أو في اللقاء السابق تكلمنا عن موضوع مهم جدا اسمه تكيس المبايض، وفهمنا أو بدأنا نستوعب أن تكيس المبايض ده مقلب، بمعنى انه ممكن جدا يتقال للست انت التبويض عندك جيد، لكن في حد نفسه في ذاته تكيس المبايض حاله مرضيه تشير الى ان التبويض مش جيد. وهنا المقلب انه ممكن زوجين يريدوا الحمل يظل عندهم موضوع التبويض خارج المعادله، وفجاه نتيجه ان العلم اختلف كثيرا وتقدم كثيرا وان في اكتشاف مهم جدا، لانه الكلمة تكيس المبايض لا تعني بالضرورة أن يكون التبويض جيد، ولكنها تعني أن التبويض فيه خلل. النهاردة هنكمل هذه السلسلة، هنكمل هذا المعنى المهم اللي أنا هفكركم بيه تاني، أنه تقال للست التبويض عندك جيد وهو مش جيد. ده كلام النهاردة يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم، طب تكيس المبايض الحالة المشهورة جدا هنتعامل معها إزاي؟ لقاءنا الممتع دائما مع ضيف العزيز المبدع دائما والقيمة العلمية الكبيرة والاسم الأكاديمي الرائع الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، واستشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة وتأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. ضيف العزيز أهلا بك. أهلا بك دكتور أيمن، شوقتنا المرة اللي فاتت. فاكر الخديعة؟ كانوا كام خديعة؟ خديعتين. التبويض كويس، ان البويضه بتكبر بس ما بتخرجش من المبيض، والخديعه الثانيه ان البويضه كويسه وهي جودتها مش كويسه. احنا كنا بنتكلم عن ايه المره اللي فاتت؟ عن تكيس المبايض. فاكر الجمله اللي احنا قلنا عنها تكيس المبايض بالبلدي عباره عن ايه يا دكتور ايمن؟ انا داخل حامي كده صح؟ دايما داخل حامي كده، دايما تراجع لي. ايوه قلنا عنها بالبلدي كده، تكيس المبايض عباره عن بويضات متخزنه في المبيض. يعني ايه بويضات متخزنه في المبيض؟ عشان ما شافش الحلقه اللي فاتت فنقول له يعني ايه بويضات متخزنه في المبيض. هو احنا الاول بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن السيدات المتزوجات اللي هم منتظرين الحمل هو يحصل وما حصلش، سواء كان حصل حمل قبل كده او ما حصلش. بمعنى ايه؟ يعني زوجه اتجوزت وبعد جوازها سنه اتنين تلاته ما حملتش خالص، او حتى زوجه بعد حملت وولدت وبعد الولاده
شهر سنتين ثلاثة خلاص قررت انها تسيب نفسها انها تحمل تاني. سابت نفسها انها تحمل تاني سنة اتنين تلاتة ما بيحصلش حمل. الزوجة الاولانية ما حصلش حمل خالص، والتانية اللي حصل حمل ولدت بس اتأخر الحمل التاني، دول ممكن يكون عندهم تكيس في المبايض. وقلنا بالبلدي كده يعني ايه تكيس المبايض؟ يعني بويضات متخزنة في المبيض. يعني ايه برضو؟ الطبيعي، الطبيعي ان البويضة تكبر لما توصل لحجم معين تخرج من المبيض وتوصل للرحم، ده الطبيعي. لكن في حالة التكيسات البويضة بتبتدي تكبر لكن بتقف في النص، ما بتكملش للآخر. طالما ما كملتش للآخر، طالما ما وصلتش لمرحلة النضج، يبقى مش هتخرج من المبيض، مش هتوصل للرحم، لا دي هتقف في النص وتتحوش في المبيض وتعمل ما يسمى به التكيسات. زي الصوره اللي على اليمين. اشرح لنا بقى الصوره على اليمين. في الصوره على الشمال ده طبيعيه. بس شويه. الصوره اللي على اليمين اللي الدكتور هشام شرحه من شويه، قال ان البويضات من ناحيه العدد هلا هلا، لكن من ناحيه الجوده يعلم الله. برافو عليك. بالظبط كده فعلا، وهي دي الحقيقه. البويضات اللي متخزنه في المبيض. واللي احنا قلنا اني للأسف الزوجة ديت لما راحت كذا مكان قبل كده وتقال لها التبويض كويس، بناء على يعني تقال لها التبويض كويس عشان حاجة واحدة بس، ايه هي؟ ان البويضة كبرت ووصلت للحجم اللي احنا بنقول وصلت لحجم النطق. ما هو منطقي، ما هو طالما انتوا قلتوا يا جماعة ان تكيس المبايض يعني بويضات ما بتكبرش للآخر وبتفضل في النص واقفة كده، فلما تاخد ما يسمى بالمنشطات والبويضة تكبر خلاص، ما معنى كده يبقى كده عالجنا التكيسات خلاص. لا، هنا للأسف مش هي دي الحكاية. الحكاية ان البويضة لازم تكبر وتخرج من المبيض. يعني لو كبرت بس واحنا ما نعرفش خرجت من المبيض ولا لا، يبقى مش معنى كده، معنى كده ان اكيد مش التبويض، مش متاكدين التبويض حصل. تمام، يعني لازم عشان اقول تبويض حصل حاجتين، بويضه تكبر وتخرج من المبيض. طب انت بقى لما كنت بتتابعي التبويض قبل كده كانوا بيعملوا لك سونار بعد ما يسمى بالحقنه التفجيريه ويتاكدوا البويضه خرجت من المبيض ولا لا؟ يبقى ما نقدرش نقول عليه التبويض كويس. المنظر ده، المنظر ده، اللقطه ديت. وطبعا طبعا مش ده اللي مش بيبان بالسونار خالص، هي دي لقطه يعني تخيليه للتبويض، ان البويضه بتخرج من الحويصله بتاعتها اللي موجوده في المبيض والانبوبه تلتقطها وتوصلها للرحم، هو لسه جوه الانبوبه. بس لحظه التفكير دي لحظه مثيره جدا. طبعا. يعني هي حاجه يعني بشوف البويضه في غياهب قناه فالوب ده. بالظبط بالظبط. طيب احنا بنشوف اللحظه دي؟ لا ما بنشوفهاش، بس بنشوف اثارها، بنشوف اثارها بالسونار. تمام. وده بيتعمل امتى السونار ده؟ بعد اليوم المفترض للتبويض. للاسف بقى السونار ده للاسف مجهول. مجهول بمعنى ايه مجهول؟ يعني في عيادات كتير مش متخصصة بتخفل عن هذا السونار. أقصد أقول متابعة التبويض الصح، اللي هو متابعة أن أنا أقيس حجم البويضة وأتأكد من أن آثار التبويض حصلت بسونار آخر بعد اليوم المفترض للتبويض. تمام؟ فقلنا دي الخديعة الأولى، اتقال لها التبويض كويس وهو الله أعلم كان كويس ولا لأ. طيب هي راحت مكان تاني أكثر دقة في التعامل وأكثر صحة في التعامل مع الموقف وتعمل لها سونار بعد اليوم المفترض للتبويض وقال لها أثر، وتقال لها أثر التبويض موجودة فعلا. هي صح، أثر التبويض موجودة فعلا والتبويض حصل، يعني البويضة كبرت وخرجت من المبيض، بس أتاري البويضة دي كانت متخزنة في المبيض بقالها سنين، شهور وسنين. فاكر كنت بقول جملة زمان كده في اسمها البويضات ممششة. ممششة من كتر ما متخزنة في المبيض بقالها شهور وسنين على شكل ايه؟ على شكل تكيسات. دي الخديعه الثانيه. تمام؟ فاحنا جايين النهارده نقول ازاي الزوجه اللي نشخص الاول عندها تكيس في المبايض، وده اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، جايين النهارده نقول نتعامل ازاي. بس بقى جديد عن الجديد في المنشطات، الجديد في العلاج الدوائي. تمام. هو العلاج الدوائي هو دوائي دوائي دوائي. تمام. ثلاثة دوائي. ثلاثة دوائي. تمام. المرة اللي فاتت قلت ان علاج التكيس المبايض هي دوائي 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 ثم جراحي.
ما قلتش جراحة. لا بحقني مجهري. حقني مجهري. تمام. اوكي. دوائي عشان يبقى اضلاع المثلث الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم الحلقة اللي فاتت عشان بس الناس ما تتوهش مننا. ايه المطلوب في علاج تكيس المبايض؟ مش رقم واحد المنشطات، مش رقم واحد المنشطات، لأن المنشطات قلنا الحلقة اللي فاتت ونكرر المرة دي، المنشطات لو كانت لو هتاخدت رقم واحد لعلاج تكيس المبايض هيحصل إيه في الهرمونات المتلخبطة؟ هتتلخبط أكتر، هيحصل إيه في التكيسات؟ هتزيد، فعشان كده إحنا بنقول مش رقم واحد المنشطات. المنظار بتاع البطن. أيوة هنيجي هنيجي عليك. هنيجي نقول لواحدة أنت دلوقتي هنعمل لك منظار بطن. أيوة. هتلاقي أكيد رد الفعل أنت مش قايلين دوائي دوائي دوائي. تمام. ده رقم واحد. دخلوني بقى في منظير بطن ليه؟ صح تمام. ده حاجة. المبيض اللي جاب منظار البطن للمبيض. تمام. أنت بقى ما تشتغلونيش. تمام. ما هو يبقى إحنا جايبينها كمان من منطقة إن أنت كان عندك التبويض أتقال لي كويس وهو مش كويس. تمام تمام. فدخلنا في منظير إيه دول منظير البطن؟ يبقى معنى الكلام إيه؟ إن المناظير البطن دي لا تستخدم تماما في علاج تكيس المبايض. الاجابه ايوه يا دكتور ايمن. طب ما هو في بيتقال لناس كتير تعالى نعمل لك منظار بطن عندها تكيس. تمام. من شهر فبراير 2020 من شهر فبراير 2020 يعني معدين اكتر من سنتين اهو، تم الغاء منظار البطن في علاج تكيس المبايض من شهر فبراير 2020. احنا في مراكز زياده الخصوبه الصحه الانجابيه ابديتد هاند ان هاند مع اوروبا وامريكا، الجمعيه الاوروبيه والجمعيه الامريكيه للخصوبه بالظبط كده، الاشري والاسرم الاوروبيه والامريكيه، ومن شهر فبراير 2020 لا مجال ان احنا نعمل منظار بطن عشان نعمل حاجه اسمها التثقيب بتاع المبيض، لا مجال ان احنا نعمل ده في علاج تكيس المبايض. يبقى نرجع تاني نقول العلاج دوائي 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 اللي احنا قلنا عليها، ثلاثه من كل اربعه يحملوا، الرابعه دي لو ما حملتش بالخطوات الدوائيه اللي احنا قلنا عليها يبقى دي هتلجا على طول للحقن المجهري. مفيش منظار بطن، مفيش حاجه اسمها تثقيب مبيض. هقول لحضرتك المكتبه العالميه لتجميع الابحاث اسمها كوكرين عملت ما يسمى بكوكرين ريفيو ده في 20 في فبراير 2020 وقارنوا ثلاث مجموعات من الحالات. المجموعه الاولى عملوا لها تثقيب، المجموعه الثانيه عملوا ادولها منشطات للتبويض لمده 6 شهور، المجموعة الثالثة تثقيب ثم منشطات. تاني معلش دكتور أيمن، آلاف الحالات قسموهم ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تثقيب، تثقيب بالمبيض عن طريق المنظار، المجموعة الثانية منشطات للتبويض، المجموعة الثالثة الاثنين تثقيب بالمبيض ثم منشطات. وشافوا نسب الحمل في ثلاث مجموعات قد إيه، ناخدهم واحدة واحدة. المجموعة الأضعف في الثلاثة، المجموعة الأضعف في الثلاثة اللي هو اتعمل لهم التثقيب فقط، المجموعة الأضعف الأقل في نسبة حمل، يبقى هنعمل إيه في التثقيب فقط؟ مش هنعمل؟ ما ده الأضعف. طيب فاضل لنا مجموعتين تانيين اللي هما مين فكرني بيهم تاني؟ اللي هو تثقيب ومنشطات. أيوة. ومنشطات بس. الله ينور عليك. الاثنين طلع النسبة بينهم أو الفرق بينهم مفيش، الاثنين زي بعض، زي بعض في نسب الحمل، يبقى منشطات لوحدها ليها نسبة حمل، التثقيب بالمبيض بالمنظار ثم منشطات ليها برضه نفس نسبة الحمل. يبقى نعمل مين؟ نعمل منشطات بس. منشطات بس ليه؟ اعمل اجراء في عمليه وبنج وهو نسبه نجاحه زيه زي المنشطات بس. تمام. ليه اعمل عمليه اسمها تثقيب المبيض واقعد اخرم في المبيض واكويه وفرحان بقى اقعد احرق في المبيض؟ كانوا بيصوروا فيديو ده كانوا بيفتخروا بيه مثلا مثلا والدخان. الفيديوهات اللي احنا شفناها الكوارث دي بالظبط كان نوع من التفاخر. بالظبط كده. وكل ما اعمل اكتر كل والدخان يطلع اكتر كل ما التكيسات بتقل. يا نهار اسود ده انت عمال تحرق في مخزون المبيض، عمال تكوي في مخزون المبيض. خلاص الموضوع ده بطل تماما من شهر فبراير 2020. بنلجا مباشره الى الحقن المجهري. متى نلجا للحقن؟ انا جاوبت حقيقة على السؤال اللي هو متى نلجا للحقن المجهري. اللي هو لما نستنفذ. بس انا بجهز. لا 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 انا عارف انا عارف انا عامل مجهود فظيع جدا. بس هو مهم ان انا اقول لحضرتك على حاجه مهمه بالنسبه للحقن المجهري. الناس عندهم تكاثر المبايض دول على فكره من اعلى نسب نجاح الحقن المجهري. فعلا لان هم غالبا صغيرين في السن، الرحم بتاعهم بيكون كويس، فرص الحمل عندهم بتوصل ما شاء الله 60 و70% كمان، بشرط
استخدام البروتوكول المناسب ليهم في الحقن المجهري، بروتوكول علاجي معين، منشطات معينة، منشطات معينة، حقن التفجير معينة، حاجة اسمها فريز أول. يعني إيه يعني فريز؟ يعني جمد. أول يعني كل الأجنة اللي هتطلع هجمدها، يعني أنا مش هسحب لها البيضات وأزرع لها الأجنة في نفس الشهر، لا هسحب لها البيضات وأجمد الأجنة واستنى شهرين ثلاثة وبعد كده أزرع لها. مثبتات معينة، الناس دي بالطريقة دي ما شاء الله من أعلى نسب نجاح الحقن المجهري اللي عندهم تكيس المبايض. العمل في هذه الحالة، حالة تكيس المبايض بكل محتوياتها، أنا بحس إن هو نموذج للعمل الجماعي. ده حقيقي فعلا دكتور أيمن، وهو ده اللي إحنا دايما بنتابعه في مراكز زيادة الخصوبة والصحة الإنجابية. الحالة على فكرة لما بتشرفنا أول مرة إحنا ما بشوفهاش شخصيا في أول مرة، لأن في استشاري أمراض نساء بيقابلها. استشاري أمراض النساء هو بيقيم الحالة للتقييم المبدئي وبيطلب منها الفحوصات اللي ناقصة لو كانت هي مش مستكملاها، وبما الفحوصات دي كاملة بما فيها مثلا هرمونات. يعني احنا بنتكلم تكيس مبايض بداية القصة ايه؟ هرمون ذكورة ارتفاعه أو ارتفاع أو زيادة الاستجابة ليه. هرمونات الذكورة على فكرة في الزوجة مش واحد ولا اتنين، دول خمس هرمونات ذكورة. يبقى ده لازم أعملهم كلهم، عشان لو في واحد عالي فيهم لازم أعالجه. مين اللي هيعمل ده؟ اللي هيعمل ده أو مين اللي هيطلب الفحوصات دي؟ الاستشاري أمراض النساء. لما تيجي الحالة يكون الزوج كمان عمل تحليل سائل منوي في مركز خصوبة متخصص، ساعتها الكوميتي او اللجنه الطبيه دي اللي هو انا شخصيا اشرف برئاستها مع استشاري امراض النساء مع استشاري امراض الذكوره كلهم في المجال بتاعه، بنحط خطه العلاج وباذن الله حاله التكيسات 75% منهم بيحملوا من غير حقن مجهري، وبمشيئه الله 25% الباقيين بيحملوا بالحقن المجهري. ضيفي العزيز القمة الاعلاميه الكبير الاستاذ الدكتور هشام الشاعر كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. أنا اسمي ياسمين محمد حميد، أنا مدينة العبور، أنا متجوزة بقالي تقريباً 4 سنين. كان عندي تجربة هنا في المركز قبل كده من 2019 تقريباً بتابع المركز. الصراحة ناس محترمة، الدكاترة كويسين، بيعملوا كل حاجة علشان خاطر ينجحوا الموضوع أو عشان خاطر يتموا الموضوع. أكتر حاجة عجبتني فيه بيبصوا لكل حاجة، يعني بيدوكي كمية العلاج اللي في الدنيا كلها علشان خاطر يعني مفيش حاجة تقع أو مفيش حاجة تأثر في القصة، يعني في الموضوع. هو بيبقى عندهم بروتوكول علاج كده فأنت بتاخديه علشان خاطر الموضوع يكمل للآخر. يعني كنت طبعا اول ما عرفت ان انا حامل في البدايه، انا عملت العمليه تقريبا في اخر 2019، كنت مبسوطه جدا طبعا، وكلمت كميه الناس كلها وقلت لهم ان انا حامل. كم الناس يعني كله، اهلي واهل جوزي والناس كلها كلمتهم ان انا حامل. زي الحمد لله ما تمتش يعني، انا بس انا العمليه نجحت، يعني انا اوريدي كنت حامل، بس جه في وقت معين المفروض كان النبض بتاع الجنين يظهر، بس الحمد لله ما ظهرش. ودي حاجه اصلا حتى مش معرف لها سبب، يعني هي حاجه كده بتاعت ربنا يعني سبحان الله. رجعت تاني تابعت معاهم بعد اول مره، الموضوع طبعا كان اسهل بكتير. الاول كنت باخد كميه حقن وكميه علاج عشان تنشطات وحاجات كده، بس بعد كده كنت مجمده اجنه فكان سهل يا دوبك، بس عملت حقن وربنا اكرمني الحمد لله، وبس انا في الشهر الرابع. حاجة بتعجبني في التمريض هم بيراعوا ظروفك، يعني مثلا لما ببقى عاملة العملية يعني بيراعوك الصراحة في كل حاجة، في حتى في الهدوء، يعني في ان انت تبقي عايزة ترتاحي، في ان هم يبقوا صوتهم ياخدوا بالهم منك في انت عايزة ايه، في ان انت ما بتتحركيش، فهم بالتالي بيجي يعملوا لك كل حاجة. يعني اول ما بنادي على حد او اللي هو مسؤول معايا الصراحة على طول بيكون موجود. يعني
التصور يعني ايه؟ يعني فتحات بتيجي على الجلد من بره، فتحه او اتنين او اكتر. كلمه عصعصي تدل على انه في منطقه العصعص او منطقه اسفل الظهر اللي هي عند النيتل كليفت ما بين الاليتين اليمين والشمال. ايه الفرق بين الاساليب التقليديه والاساليب الحديثه بتاعتك؟ شوف الجراحه التقليديه في اذا كنا بنتكلم مثلا طول الوقت عن البواسير وما غير وما ذلك، وقلنا انه احيانا يبقى مقبول ان نستخدم الجراحه في علاج البواسير والكلام ده، لكن في نصر العصعصي الحكايه دي اكاد اجزم انها جرمت.